أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. كما عودتكم قناتنا على تخصيص برامج خاصة بالاستراتيجيات القطاعية التابعة للوزارة، سنخصص هذه البرمجة لقطاع الطيران بالمغرب. هذا القطاع الذي يلعب دورا محوريا في انفتاح المملكة على العالم وكذا في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد من خلال تشجيع السياحة وكذا تطوير حركة الشحن والنقل الجوي. وسنعرفكم من خلال هذه البرمجة على الاستراتيجية التي تنهجها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك لمواكبة نمو حركة النقل الجوي، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية المطارية وكذا الرفع من جودة الخدمات المقدمة لمستعمليه، إضافة إلى تقليص الفوارق المجالية ودمقرطة النقل الجوي من خلال خلق خطوط داخلية ومطارات بمختلف جهات المملكة. ولتعريفكم وتقريبكم أكثر من هذا القطاع، نترككم مع الرابورتاج. يعتبر قطاع الطيران المدني والنقل الجوي أحد الركائز الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، حيث يتوفر المغرب على بنية تحتية مطارية مهمة تضم 18 مطاراً دولياً ومجموعة من المطارات الوطنية والجهوية ذات الصبغة السياحية والعسكرية أو الرياضية. وبذلك يساهم هذا القطاع في تطوير السياحة بالمغرب وفك العزلة عن العديد من الجهات بالبلاد، فضلاً عن خلق فرص للشغل. ووعيا منه بأهمية قطاع الطيران الجوي في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، تبنى المغرب خلال السنوات الأخيرة سياسة تحرير هذا القطاع على المستويين الدولي والجهوي. وقد توجت هذه السياسة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات المرتبطة بالأجواء المفتوحة مع مختلف دول العالم. وبذلك فقد عرفت الأجواء المغربية طفرة نوعية، خاصة بالنسبة للركاب الذين أضحوا يتوفرون على عرض متنوع من الخدمات الجوية بأثمنة معقولة ومواعيد مناسبة تسمح بتطوير الربط الدولي للمغرب وتعزيز مكانته كوجهة سياحية بامتياز. ومن أجل تقوية الانعكاسات الإيجابية التي جاءت بها استراتيجية تحرير النقل الدولي، وضعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك استراتيجية جديدة تحمل اسم أجواء، والتي تتضمن العديد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها نقل 70 مليون مسافر، نقل 182 ألف طن من البضائع، معالجة 515 ألف حركة جوية في السنة. ويصل حجم الاستثمارات برسم هذه الاستراتيجية الطموحة إلى 94 مليار درهم، خصصت 40 مليار درهم منها للبنيات التحتية و37 مليار للأسطول. ومن أجل تحقيق أهدافها، سطرت استراتيجية أجواء العديد من المحاور، من أهمها تطوير الحركة الجوية، تعزيز أمن وسلامة الملاحة الجوية المدنية، تحسين جودة الخدمات والمحافظة على البيئة، تنفيذ المخطط المديري للمطارات، تقوية المنظومة القانونية وحكمة القطاع. وفي إطار تنظيم قطاع الطيران، تمت المصادقة خلال سنة 2016 على القانون رقم 1340 المتعلق بمدونة الطيران المدني، والذي سيمكن قطاع الطيران المدني بالمغرب من التوفر على إطار قانوني وتنظيمي يستجيب للمتطلبات الدولية المرتبطة بهذا المجال، فضلاً عن تعزيز مصداقية الطيران المدني المغربي لدى المؤسسات الدولية ومنح الثقة لمختلف المستثمرين في المجال الجوي. كما تعمل الوزارة على تطوير قطاع النقل الجوي الداخلي من خلال إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة مع مختلف الجهات المعنية منذ سنة 2013، وذلك في إطار فك العزلة عن جهات أقاليم المملكة. النقل الجوي الداخلي سجل منذ دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ نتائج مشجعة بنسبة نمو سنوي وصلت إلى 11% بين سنة 2012 و 2015. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تهدف أيضاً إلى تطوير طيران الأعمال بالمغرب، ولهذا الغرض قامت بإطلاق دراسة حول تطوير هذا النوع من الطيران بهدف التوفر على رؤية واضحة حول هذا القطاع وتحليل انعكاساتها السوسيو-اقتصادية، جعل قطاع طيران الأعمال نشاطاً آمناً فعالاً وذو مردودية اقتصادية دائمة، تطوير إطار تنظيمي جديد ينظم مجال طيران الأعمال، الاستجابة للاحتياجات الجديدة المرتبطة بحركية المقاولات ورجال الأعمال، تطوير ربط المنصات الجهوية غير المرتبطة بالرحلات المنتظمة. وتواصل الوزارة جهودها الرامية إلى تطوير هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار في قطاع صناعة الطيران وكذا تعزيز التكوين المرتبط بهذا القطاع.
وللتعرف أكثر على هذا القطاع والاطلاع على مختلف مستجداته، ندعوكم لمتابعة مجموعة من الروبورتاجات والحوارات التي أنجزناها مع كبار المسؤولين بالوزارة، إضافة إلى مجموعة من الأفلام المؤسساتية حول هذا القطاع. وشكرا على متابعتكم.